أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ LBCI، وفيها طرابلس بين الأمن الهش والخطة الأمنية المتعثرة، ميقاتي نأينا بأنفسنا لكن الأزمة السورية لم تنأى عنا، 61 سجينة سورية إلى الحرية بحسب المرصد. ما زال الوضع في طرابلس على توتره بعد ليلة أخرى من الاشتباكات العنيفة بين تباني وجبل محسن أسفرت عن سقوط عدد جديد من الجرحى. إلى طرابلس ننتقل مع الزميلة رنيم بوخزام للاطلاع على آخر الأجواء. رنيم، كيف تبدو الأجواء في عاصمة الشمال في هذه الأثناء؟ يعني ريما، الأجواء ليست هادئة، يعني منذ حوالي دقيقتين أو 3 دقائق عاد صوت إطلاق الرصاص يعني ليسمع هنا عند مستديرة أبو علي، وهناك يعني رصاص القنص لا يزال مستمر بين باب التباني وجبل محسن، والجيش يعني يرد على مصادر النيران. بما يتعلق بالجرحى، لقد علمنا أنه سقط جريحين جديدين في منطقة جبل محسن، أحدهم هو مسؤول عسكري في الحزب العربي الديمقراطي ويدعى بسام دمر العبدالله، أصيب برأسه ولقد تم إرساله كما تسمعين، يعني صوت إطلاق الرصاص مسموع هنا في عند مستديرة أبو علي. كما كنت أقول، بسام عبدالله لقد أرسل إلى المستشفى، وأيضا يعني لقد تحدثنا مع المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبداللطيف صالح، ولقد أكد لنا بأنهم يعني مستمرون بالاتفاق مع الجيش اللبناني بتسليم كل الأمور للجيش اللبناني. ومن جهته زياد علوكي، وهو أحد قادة المحاور في باب التباني، أكد بأنهم أيضا يعني يسلمون هذا الأمر للجيش، ونفى صحة الصورة التي يتم تناقلها عن يعني والتي تتعلق بابتكار طرق جديدة للقتال في بين باب التباني وجبل محسن. نستمع إلى أبرز ما قاله زياد علوكي. المنطقة عندنا مفدي ولا أي مسلح ولا أي حدين، وكلها افتراءات وإشاعات عم تكب علينا، ما أعرف ليش. كمان امبارح انتشرت صورة على الواتساب انه هيدي الصورة، هيدي كلها صور قديمة، هيدي كلها صور قديمة، والعالم كلها معي من سنة من سنتين. ومتابعة للوضع في طرابلس، عقد اجتماع أمني في قصر بعبدة برئاسة الرئيس ميشيل سليمان، وقد تم الاتفاق على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضبط الوضع. الرئيس نجيب ميقاتي أكد بعد الاجتماع أن الخطط الأمنية في طرابلس لم تنفذ بعد بكل تفاصيلها، وإذ شدد على أن مجلس الوزراء لا ينعقد في ظل حكومة تصريف أعمال إلا للبحث في الأمور الطارئة جدا. أوضح أن الشأن الأمني يبحث في الاجتماعات مع القيادات الأمنية. ميقاتي رجح مشاركة لبنان في مؤتمر جنيف 2 لأنه أكثر بلد يتأثر من أي تداعيات للأزمة السورية. قرارنا كان أن نائب النفس عما يحصل في سوريا، وكما قال فخامة الرئيس منذ أيام، نحن كان أن كل الجهات الدولية قدرت هذا الموقف، وهذا الموقف كان بعتقد أنا اللي كان من أصعب المواقف اللي أخذتها الحكومة اللبنانية، ولكن نحن نأينا بنفسنا عما يحصل في سوريا وعما يحصل في الداخل السوري، ولكن الأزمة السورية ما نأيت نفسها عنا. فنحن اليوم عم نحمي الوزر الأكبر من النازحين، ونحن كمان أي أمر بيتقرر مصير سوريا في أي مؤتمر دولي تداعياته وانعكاسه سيكون الأكثر إلى لبنان. وبالتالي أنا أعتقد، وبعد التشاور كمان حكيت مع فخامة الرئيس أنا قبل اليوم، وأنا تفاجأت اليوم ما كتب بعض الصحف، نحن لما توصل الدعوة حننظر فيها، وأنا لا أستبعد أبداً أن لبنان يكون ممثل وحاضر في مؤتمر جنيف. في الشأن السوري، أطلقت السلطات السورية 61 سجينة في اليومين الماضيين في إطار اتفاق توسطت فيه قطر وتركيا بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن محكمة سورية أصدرت قرارا بالعفو عن المدونة السورية طل الملوحي التي اعتقلت قبل أكثر من عام من اندلاع الانتفاضة السورية. ميدانيا في سوريا، وغدات التفجير الذي استهدف خط الغاز المغذي لمحطات الكهرباء في المنطقة الجنوبية من دمشق وأدى إلى انقطاع شامل في الكهرباء، تبنت كتائب أسود الله وكتائب السيف الأموي التابعة للمعارضة الهجوم الذي أدى أيضا إلى اندلاع حرائق ضخمة. تزامنا، أعلن المجلس العسكري في دمشق وريفها أن الجيش الحر هاجم مساء أمس حاجزا لقوات النظام في منطقة مشروع دمر قرب العاصمة وأوقع قتلى في صفوفهم. في المقابل، أفاد التلفزيون السوري بمقتل شخص وجرح أكثر من 40 في تفجير استهدف شارع الأهرام في حمص.
العمليات العسكرية في صيدنية توقفت لبضعة أيام من أجل تمثال للسيد المسيح. في 14 تشرين الأول توقفت جميع الأعمال العسكرية في منطقة صيدنية السورية لثلاثة أيام، والسبب رفع تمثال عملاق للسيد المسيح في دير الشيروبيم على علو 2000 متر عن سطح البحر، تمثال يمكن رؤيته من الأراضي اللبنانية والأردنية والفلسطينية. التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 39 مترا مع منصته بات ثاني أكثر التماثيل ارتفاعا في العالم بعد تمثال يسوع الملك في بولندا، واستطاع التفوق على تمثال يسوع المخلص في ريو دي جانيرو. وكان حجر الأساس للتمثال قد وضع في 2008 بمباركة من الكنيسة الأرثوذكسية والحكومة الروسيتين، وقد صمم التمثال ونفذ في أرمينيا على يد الفنان أرتوش بابويان. التمثال يحمل اسم أنا آت لخلاص العالم، فهل يحمل الخلاص لسوريا؟ بعد الفاصل ماذا يقول الراعي من قطر؟ دعا البطريرك الراعي الذي يواصل زيارته لقطر إلى وقف تسليح فريقي النزاع في سوريا. الراعي وخلال لقاء الإعلاميين على هامش زيارته للدوحة دعا لبنانيا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. الزميل يزبك وهبي الذي يواكب البطريرك الراعي وفينا بالتفاصيل. يزبك، ما أبرز ما جاء في مواقف البطريرك وماذا عن لقاءاته في الدوحة؟ ريما، هو يوم حافل من اللقاءات. البطريرك الراعي التقى خلاله ممثلي الأحزاب اللبنانية المسيحية، جلس معهم جميعا. التقى أيضا رجال الصحافة المعتمدين في قطر، وكانت هناك سلسلة مواقف له طالب فيها ما يدعمون السوريين الفريقين، فريقي النظام والمعارضة بالمال والسلاح، أن يتوقفوا عن التحريض وعن الدعم المالي، ويقوم بدعم النازحين والعمل على إعادة السلام لسوريا كي يعود النازحين إلى أرضهم وتعود سوريا إلى السلام. وقال إن كرامة اللبنانيين وولائهم لوطنهم يفترض أن يمنع عليهم أن يكونوا ملتزمين مع دول أخرى، وأن يكونوا يعتبرون وينظرون إلى لبنان قبل كل شيء. وقال إن هذه هي الديمقراطية التي نتغنى فيها نحن، نحن نكون أصدقاء مع الآخرين، ولكن ولاؤنا يجب أن يكون للبنان فقط. وهناك خلافات مذهبية في منطقة الشرق الأوسط يذكيها الشرق والغرب كما قال يجب أن لا تستمر. نحن ضد الفراغ، قال البطريرك الراعي، ولا يحق لأحد أن يعمل ويخطط للوصول إلى الفراغ، ونحن نطالب بانتخاب رئيس جمهورية في أيار، ونحن ضد التمديد ونرفضه، وهذا هو موقف رئيس الجمهورية أيضا وأيضا. وبالنسبة لوضع المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، قال ليس العدد الذي يعمل الأقلية، فالمواطنة هي الأساس. المسيحيون في العالم العربي موجودون منذ 1000 سنة وهم أصليون وأصيلون. البطريرك الراعي يلتقي في هذه الأثناء الجالية اللبنانية في السفارة، وهو أكد أمامها أن قطر ترحب باللبنانيين وأنها وعدت بتسهيل أمورهم وأنها تشجعهم، وكشف عن لقاء سيعقد في وقت قريب بين السلطات القطرية والسفير اللبناني في الدوحة من أجل تسهيل دور وعمل اللبنانيين هنا في قطر، والذين بات عددهم يصل إلى 30,000 بعدما كانوا عام 2000 نحو 5,000. نستمع إلى بعض ما جاء في مواقف البطريرك الراعي. وسعنا أنه الاستحقاق الدستوري يقدر يصير انتخاب رئيس الجمهورية بأيار مثل ما هي العادة في لبنان بتداول السلطة، ونحن مع انتخاب رئيس جديد مش تمديد للرئيس. حتى الرئيس سليمان نفسه بكرر الأوزيت وبيقول منريد انتخابات رئاسية بموعدها الدستوري في أيار، ومنريد رئيس جديد للجمهور. في التحركات المطلبية، نفذ أصحاب الشاحنات اعتصاما أمام مدارس المهدي على طريق المطار، قاطعين الطريق لبعض الوقت احتجاجا على قرار وزير الداخلية منع تجولهم من 9 صباحا وحتى 4 بعد الظهر، مطالبين بالعمل على زيادة ساعات سير شاحناتهم. روحني على الشغل، لأوصل على الورشة الساعة 10 قوم بحمل أول نقلة، عجقت سير أول شغلة، تاني شغلة لأوصل لروح فدي نقلته وارجع ما بلحق، بعمل كل النهار نقله. اذا ما جاوبتوا معنا عنا تصعيد بكره، اذا الله راد عنا تصعيد تذكرة قرآن خالص. موسم قطاف الزيتون ينطلق في سهل عكار، ومشكلات التصريف لا تحجب عن المزارعين متعة الانتاج.
إنه عرس الزيتون أو موسم القطاف، موسم يشكل حدثا سنويا ينتظره الأهالي والمزارعون، وخصوصا في أراضي سهل عكار ومن بينها بلدات برقايل والحاكور ومنيارة وحلبة التي تحولت فيها بساتين الزيتون إلى ورش عمل. إلا أن الموسم هذا العام لم يكن على مستوى طموحات المزارعين، مشكلة أضيفت إلى أزمة تصريف الزيت. للأسف الشديد السنة الزيتون عندنا ما عطى، لانه الارض مع طبيعه الزيتونه بدها تتكيف، كل سنه بتعطي سنه بتعطي سنه بترتاح شوي الزيتونه. لازم الدوله تهتم فيه وتجي تلم هالزيت من المزارعين. السنه الموسم ضعيف، بس في عندنا تراكم زيت من سنه المرقت قبل، لانه الدوله ما ساعدت شوي المزارع، صار في زيت السوري يفوت على لبنان وكانت الليره السوريه شوي رخيصه. وعلى رغم هذه المشاكل إلا أن المزارع يحرص ككل عام على إنتاج أجود أنواع الزيت، بدءا من العناية بالشجر وصولا إلى القطاف في الوقت المناسب، ونقل غلة كل يوم بيومه إلى المعصرة للحصول على أجود نوعية من الزيت البكر، هذا إضافة إلى عملية الفرز. بتنقي الحبة الخضراء هي بتتشرح، هي بتنرص للحشي، والحبة السوداء بنعملها أسود للبيع. هذا موسم زيتون حلو كتير وعم نشتغل فيه، الأسود واحد والأخضر واحد ولذات واحد. صحيح أن قطاف الزيتون وجمعه عملية صعبة، إلا أنه بالنسبة للمزارعين مصدر فرحة حقيقية وعفوية. تابعوا معنا بعد قليل. أوباما ينفي لميركل تجسس بلاده على محمولها. أكد البرلماني الإيراني الكبير حسين نقوي حسيني أن إيران أوقفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%، وهو أحد مطالب القوى العالمية الرئيسية في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي. وفيما لم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الخبر، أعلن دبلوماسي في فيينا أنه لا يعلم بوقف الإنتاج. في موقف اعتبرته المعارضة التونسية ضبابيا، تعهد رئيس الحكومة التونسية الإسلامي علي العريض باستقالة الحكومة أو ما أسماه تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خريطة الطريق للمفاوضات مع المعارضة. وقد أكد الرئيس المنصف المرزوقي هذا الأمر رابطا إياه باستكمال تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من وضع الدستور. لكن المعارضة اعتبرت تصريحات العريض والمرزوق غير كافية، مصرة على استقالة الحكومة في مهلة 3 أسابيع من بدء المفاوضات. وكان آلاف الناشطين قد تظاهروا في العاصمة الأربعاء للمطالبة برحيل الحكومة، فيما شهدت منطقة سيدي بوزيد مواجهات بين الحرس الوطني ومجموعة وصفتها الحكومة بالإرهابية، أسفرت عن مقتل 6 من رجال الأمن. استدعت برلين السفير الأمريكي لسؤاله عن قضية التجسس على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد لميركل في خلال اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة لا ولن تراقب اتصالاتها. ويأتي ذلك بعدما أشار المتحدث باسم ميركل في بيان إلى أن الحكومة الفيدرالية حصلت على معلومات تؤكد أن الهاتف المحمول للمستشارة قد يكون تعرض للمراقبة من قبل الاستخبارات الأمريكية. تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف العمل في سبيل أن يكون الوضع بعد العام 2014 في أفغانستان مرضيا لباكستان. أما شريف فقد حض أوباما على وقف الهجمات بطائرات بلا طيار في باكستان، خصوصا بعدما أثارت هذه الضربات توترا في العلاقات بين البلدين. أكدت الصين تسجيل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شرق البلاد، هي الثانية بعد تراجع وتيرة الإصابات في فصل الصيف. وكانت السلطات الصينية أعلنت عن 136 إصابة مؤكدة على الأقل بفيروس H7N9 الذي لم يكن معروفا بين البشر إلى أن تم رصد أولى الحالات أوائل العام الجاري، علما أن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 45 حتى تاريخه. في تايلاند قتل 21 راكبا غالبيتهم من النساء نتيجة انحراف حافلة سياحية على الطريق وسقوطها في واد على عمق نحو 30 مترا. الشرطة أوضحت أن السائق وهو من ضمن الجرحى 18 فقد السيطرة على الحافلة في طريق العودة من زيارة
زيارة معبد بوذي في شمال البلاد، ويواجه السائق اتهامات بالقيادة المتهورة والتسبب بمقتل أشخاص، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. تحطمت طائرة تكافح الحرائق في مدينة سيدني وأشعلت حريقا أضيف إلى الحرائق 55 في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز التي بدأ خطرها بالتراجع مع بوادر طقس بارد، وإن كانت هيئة الأطفاء حذرت من طقس حار وجاف متوقع مع وصول فصل الصيف في أستراليا إلى ذروته. وقد دمر أكثر من 200 منزل في الولاية، وتوفي شخص واحد منذ الخميس الماضي نتيجة نحو 100 حريق في مناطق متفرقة جنوب سيدني وغربها. ويبدو أن تدريبات عسكرية في مدينة ليتغو غرب سيدني كانت وفق ما توصل إليه محققون مختصون السبب الأول في إطلاق الشرارة الأولى لسلسلة الحرائق. العنف لم يعد محجوبا على موقع فيسبوك. بات بإمكان متصفحي موقع فيسبوك مشاهدة فيديوهات فيها مشاهد عنيفة، فبعدما كانت إدارة الموقع عملت في شهر أيار الماضي على منع نشر أي فيديو يحتوي مشاهد دموية، تراجعت عن قرارها مكتفية بإضافة رسالة تحذيرية كهذه قبل مشاهدة الفيديو، قرار لاقى شجبا وغضبا عارما من قبل مستخدمي الموقع، خصوصا بعد انتشار فيديو يظهر شخصا يقوم بقطع رأس امرأة بشكل بشع. ورغم أن فيسبوك قام بحذف هذا الفيديو إلا أنه برر السماح بنشره على الموقع لكون محتواه بث بطريقة تهدف إلى جعل المستخدمين يدينون تلك الأفعال، لكنه عاد ليعتذر أيضا عن هذا التبرير. ربما يرى البعض في خطوة فيسبوك منح لمتصفحي الموقع في إطار حرية اختيار المشاهدة بدلا من الرقابة المسبقة، ما يسهم في أن يصبح فيسبوك الوجهة المباشرة على الإنترنت لأي شخص يرغب في مشاركة الصور اللحظية. لكن حرية الإنترنت لا تعني تشجيع العنف. وإلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.